ترك أثر. فيلسوف العمارة اللي حارب العالم أفكاره لما صارت منهج يدرس للطلاب في الجامعات. اليوم حديثنا حول مهندس الفقراء وهو حسن فتحي. كان المهندس حسن فتحي مهتم بتحسين مستوى معيشة الفئات المتوسطة أو قليلة الدخل، واستخدم الطين والطوب لبناء وحدات سكنية على نقيض من المهندسين اللي كانوا يستخدمون الخرسانة الحديثة والفولاذ. هذا الشيء مو بس كان جيد من ناحية التكلفة، لا، وكان بعد تسليط الضوء على واحدة من الأفكار الرئيسية اللي كان الناس في الماضي يعتمدونها لبناء أفضل الأبنية. ومن ميزات عمله خلق تصاميم وضع بالاعتبار العوامل الجوية. فعلى سبيل المثال صمم أفنية تعتمد على التبريد السلبي من خلال التركيز على اتجاه الرياح الشمالية الغربية، وكانت أفكاره تناقض أفكار بقية المهندسين بشكل كبير، إلا أنها تحظى باحترام كبير. طبعاً آنذاك كانت مصر تعاني ظروف اقتصادية صعبة، فانتهز الفرصة لفرض منهجه، فجت له هذه الفكرة والفرصة عام 46 لتطبيق فكرته ببناء قرية القرنة. شيد المهندس القرية كلها بالطراز الريفي وطوب اللبن، فلقى شهرة واسعة والتفت العالم إلى أسلوب بنائه. طبعاً أسهم مهندس الفقراء في تأسيس عدد من المشروعات داخل مصر وخارجها، مثل مشاريع في العراق وباكستان. حازت تصاميمه على الإشادة دولياً وظهر في الكثير من المجلات المهنية والأسبوعية البريطانية، وأشاد فيه العديد من المهندسين الإسبان والفرنسيين والهولنديين. في عام 1980 منح جائزة بلزان الدولية لإنجازاته في مجال الهندسة المعمارية، وتمنح هذه الجائزة عموماً للأفكار المبتكرة اللي تروج للعلوم الإنسانية والطبيعية ومساعي السلام. من أشهر أقواله إن هناك 800 مليون نسمة من الفقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن، هؤلاء هم زبائني. ومن كلماته بعد قال: قم بتصميمك المعماري بما هو متوافر تحت قدميك. طبعا يدرس كتابه عمارة الفقراء لطلاب العمارة في جميع أنحاء العالم. تميزت جميع تصاميمه باستيفاء جميع احتياجات الأسر. توفي مهندس الفقراء المهندس حسن فتحي في نوفمبر عام 1989 عن عمر ناهز 89 عاما. ترك أثر. ترك أثر.